هيئة الدفاع السيد محمد رضا الطوجني اللي حضر اليوم في حالة اعتقال أمام المحكمة الاستئنافية التلبوسية بأكادير للنظر في الطعن اللي سبق ليه تقدم ضد الحكم الابتدائي اللي قضى بالإدانة ديالو خلال الجديد خلال هذه المرافعة أن كانت الجلسة كانت جلسة ماراثونية هذا بإشهاد الجميع كما حضرت الصحافة وكذلك المتتبعين تقريبا من الصباح حتى المساء حاليا 8 مساء ويزيد. السيد محمد رضا الطوجني حضر أمام المحكمة وأكد الموقف ديالو أن كل ما قال به في التصريح ديالو سواء على القناة ديالو على اليوتيوب وكذلك أمام في الفيسبوك أنه كل ما قال به يتمسك به جملة وكل كلمة إلا وهو كيتمسك بها ولا يزال يصر على ما قال به واعتبر أن ذلك يدخل في حرية التعبير وأنه له حرية النقد وهو يوجه نقدا للسيد الوزير العدل واعتبر أن ذلك النقد طرحه في شكل أسئلة لم يكن يصفه بصفة قدحية بشكل تقريري وتأكيدي وإنما كان يطرح أسئلة منطقية أسئلة يقبلها العقل. كان الرد ديال الوزير كما تبين من خلال المسطرة المنجزة في هذا الملف أن الرد دياله هو المتابعة دياله عوض ما يكون الرد عن طريق عقد ندوة وتوضيح الأمور التي تساءل عنها السيد رضا الطوجني. احنا كدفاع حضرنا إلى جانبه تقدمنا بجميع الدفوع اللازمة من حيث الدفوع الشكلية اللي كتبين أن هذه المسطرة معيبة من الأساس ديالها وركزنا على أن السيد وزير العدل تقدم أمام أمام رئيس الحكومة بشكاية باش يتبناها من أجل متابعة وإحالة الملف على رئيس النيابة على النيابة العامة ديال أكادير ولكن ما تبناهاش السيد رئيس الحكومة وما تبناتهاش رئاسة النيابة العامة والغريب أن كنلقاو هاد الشكاية ديالو مع أنها شكاية غير صورة ديال الشكاية بمعنى ماشي الشكاية أصلية في الملف النيابة العامة ما بيناتش لنا وما بررتش لنا من أين حصلت على هذه الشكاية ما تستمعتش للمشتكي اعتبرنا أن هذه مسطرة قاصرة وأن هذا الملف ما يمكنش يكون هذا التصرف بهذا الشكل سليم وقدنا أكثر على أن الأمر اللي جاء في التصريحات ديالو شرحناها للمحكمة كلمة أن كل تلك الأوصاف ولا الألفاظ اللي جات في اللسان ديال السيد محمد رضا الطوجني هي سليمة من حيث المعنى ولا تحمل أي قدحا وتدخل في نطاق حرية النقد اللي هو بطبيعته هو يدخل في ضمن حرية التعبير وحرية اعتناق الآراء ونشرها وتمسكنا ببراءته براءة يقينية فالدفوع حتى الموضوعية وفي الآخر التمسنا تمتعه بالصراح. المحكمة قررت في نهاية الجلسة رفض منحه الصراح وبالنسبة للحكم في القضية غادي يكون في الأسبوع المقبل يوم 23 أبريل 2024.